اهلا وسهلا بكم مجددا. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج مع الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحده اوكي لوتوساما الدراسات والمشاريع الخاصه بالطاقه المتجدده واعاده اعمار منشات الموانئ المتضرره من الحرب وسير اداء مشاريع الحمايه الاجتماعيه والصحيه ومشاريع الاعاشه. كما ناقش الوزير العوج مع المسؤول الأممي عبر الاتصال المرئي سير الإعداد للإطار الاقتصادي والمجتمعي لمواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي وباء كورونا، وإعداد خطة الانتقال إلى التنمية والتعافي الاقتصادي 2021-2022، والإعداد للمسح الاجتماعي الخاص بالفقر متعدد الأبعاد، والإعداد للاجتماع القادم لمجلس إدارة البرنامج القطري. والمقرر انعقاده في العشرين من يوليو الجاري ومناقشة الموضوعات المتصلة بنشاط البرنامج في اليمن بما فيها المشاريع والتدخلات التي يتم تنفيذها والمشاريع المستقبلية وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بدور البرنامج الريادي في دعم المشاريع والبرامج التنموية وخلق فرص مستدامة تمثل مدخلا للسلام والاستقرار في اليمن مشددا على أهمية انتقال تدخلات المانحين وشركاء التنميه من الاغاثه الى مشاريع التعافي الاقتصادي والتنميه المستدامه. من جهته اكد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحده الانمائي استعداد واستمراريه البرنامج في التنسيق والعمل مع الحكومه اليمنية وفق الاولويات في توجيه التدخلات نحو التعافي والتنميه المستدامه.